وبشأن مسيرة المعتصمين من حملة الشهادات العليا والتي خرجت اليوم في بغداد، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد المهندس ممثل المهندسين في تنسيقية اعتصامات حملة الشهادات العليا. سيد الكريم، مرحبا بكم. أهلا، السلام عليكم. مرحبا. عليكم السلام. خرجتم اليوم كمهندسين في تنسيقية الاعتصامات التي تضم كل حملة الشهادات العليا بمسيرة اليوم. حدثنا عن كيفية المسيرة وتفاعل المهندسين مع هذه الدعوة. نعم، أولا السلام عليكم. أحب أوضح معلومة أنه الناس اللي خرجت اليوم هم من حملة الشهادات العليا والمهندسين المعتصمين أمام نقابة المهندسين العراقية، يعني تجمعين ارتأوا أن يتجمعون يصيرون فد مكون أو تجمع واحد يخرجون به سلميا مطالبين بحقوقهم المشروعة اللي أقرها الدستور واللي أقرها حتى المنطق إذا أصح التعبير. نعم. خرجنا في مسيرة حاشدة جابت شوارع بغداد عددها يتجاوز 2000 مهندس ومهندسة من كافة أنحاء العراق، بالإضافة إلى أخواننا الشهادات العليا من ماجستير ودكتوراه، مناشدين دولة رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي ومستشاري وجميع المسؤولين من برلمانيين وحتى السيد رئيس الجمهورية برهم صالح، مناشدين أن يشوف الناس اللي ويسمع الناس اللي تطلع الطالب بحقها بطريقه تلميه بحته. نعم. طريقه اتت من 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 ما يملي عليها دينها الاسلامي. نعم. وادبها واخلاقها وكذلك مهنيتها وشهادتها. مهندس. نعم. احمد، منذ متى وانتم معتصمون؟ احنا المهندسين اللي معتصمين امام نقابه المهندسين العراقيه من يوم 25/8 لهذا العام، من سنه يعني 2020. نعم. جينا امام نقابه المهندسين العراقيه، ما لقينا للاسف اي اذان صاغيه ممكن ان تسمع لنا. افترشنا الرصيف امام نقابه المهندسين مطالبين بحقوقنا بعيد كل البعد عن نقابه المهندسين لانها تشتغل غير شغل. للاسف ما ممكن، يعني ما حاولت ان ترفع من شاننا او ترفع بينا كتاب الى دوله رئيس الوزراء او توصل صوتنا باي حال او اي وسيله من الوسائل. طيب، حتى هذه اللحظه. نعم. هل وجدتم اي استجابه من الحكومه؟ يعني صراحه الاستجابه من الحكومه ربما تكون طفيفه او خجوله جدا. نعم. مجرد وعود الناس تجينا من برلمانيين من نواب يجونا احنا يعني مو بس النا ديجون ديجون لكافه الناس اللي معتصمه حاليا في شوارع وازقه بغداد اللي مطالبين بحقوقهم، اذا تجي بطريقه مثل ما ذكرت انها خجوله، يعني طريقه مدى يوصلون صوتنا بالطريقه اللي احنا نريدها للاسف. طيب. فقط وعود، احنا يعني للاسف وعذرا على اللفظ انه كذب في كذب، وعود كاذبه بس وعود فقط لا اثر. ما هي خطواتكم؟ نعم. القادمه؟ يعني ماذا قررتم اذا لم تستجب لمطالبكم؟ ما هي الخطوه القادمه من قبلكم؟ يعني اول خطوه صراحه. نعم. اللي ارتئينا ان نلتجا لها انه نتجمع مع تجمع ثاني اللي هم اليوم احنا طلعنا معه، تجمع الشهادات العليا في العلاوي، موجودين اعدادهم تتجاوز الالف، خريج من ماستر ودكتوراه. نعم. الخطوات التفعيليه في حال لم تتم الاستجابه لمطالبنا راح نتجمع مع كافه المعتصمين الموجودين في بغداد وممكن حتى في العراق كله ان يجون الى بغداد. نعم. مطالبين بحقوقهم امام بوابات الخضراء اللي للاسف مغلقه بالاسلاك الشائكه وبمئات من 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 من, من العناصر الامنيه اللي تمنع اي مهندس او اي متظاهر ان يقترب منها ولو مئات من الامتار. المهندس. نعم. احمد عامر، ممثل المهندسين في تنسيقيه اعتصامات حملات الشهادات العليا، شكرا جزيلا لكم.